ضباط ساهموا في توريث الحكم من الأب إلى الابن، وتولوا المناصب الهامة في الدولة، وأفشلوا مخططات الانقلاب، وقمعوا الثوار بشدة حتى أرسوا حكم آل الأسد في سوريا، إلا أن نهايتهم كانت مأساوية، ومنهم من فارق الحياة على يد الأسد. فما الذي حدث؟ يعتبر العماد مصطفى طلاس رفيق حافظ الأسد المقرب والرجل الثاني في سوريا، حيث وثق به حافظ وأسند إليه وزارة الدفاع 32 سنة. ساعد طلاس زميله حافظ على قيادة الانقلاب وتولى حكم سوريا، كما ساهم في إفشال مخطط الانقلاب على حافظ الذي تم التخطيط له بواسطة شقيقه رفعة الأسد. كان لمصطفى طلاس دور بارز في قمع انتفاضة حماة عام 1982. عمل طلاس على تأمين انتقال السلطة إلى بشار، ورغم كل الأزمات التي مرت بها سوريا في عهد حافظ وبشار، بقي طلاس في موقعه إلى أن تقاعد بعد أن تجاوز 72 من العمر. توفي طلاس في حزيران يونيو عام 2017 في مستشفى في باريس عن عمر 85 عاماً. العماد آصف شوكت كان من أبرز المسؤولين الأمنيين في البلاد، وزوج بشرى الأسد شقيقة رئيس النظام الحالي. شارك في أزمة تشرين ولمع نجمه في وقائع مأساوية ارتكبها نظام الأسد في الثمانينيات. كان الخزان الكبير لمعلومات الجيش السوري، وشغل شوكت منصب نائب وزير الدفاع السوري، إلا أنه فقد حياته في استهداف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق في تموز يوليو عام 2012. وجهت أصابع الاتهام في الحادث الذي أودى بحياة شوكت لبشار الأسد، حيث قيل أنه فارق الحياة بعد انقسام بين عائلة بشار الأسد ومسؤولين في حكومة الأسد، راغبين ببدء مفاوضات مباشرة مع قادة المعارضة السورية، وكان من بينهم اللواء شوكت. اللواء غازي كنعان كان أحد أبرز رموز الأمن السوري والصندوق الأسود للمخابرات، عرف بذراع حافظ الأسد والرئيس الفعلي للبنان. كان رئيس فرع مخابرات المنطقة الوسطى حتى عام 1982، ثم رئيس جهاز الاستطلاع والأمن في لبنان حتى عام 2001، واختاره بشار لشغل منصب وزارة الداخلية في سوريا عام 2003. واتهم كنعان بممارسات عنيفة وإجراءات حادة ضد المقبوض عليهم في الأحداث التخريبية، حيث أنهى حياة الكثير منهم ميدانياً، كما أنه ضيق قبضة سوريا على لبنان، وكان العقل المدبر لانهيار معاهدة 17 من أيار مايو بين العدو ولبنان، وأطاح بقائد الجيش اللبناني ورئيس الحكومة العسكرية ميشيل عون. وانتهت حياة كنعان عام 2005 بشكل غامض في مكتبه بوزارة الداخلية، حيث قيل إنه أنهى حياته بنفسه وأغلق الحادث بعدها. وفي وقت لاحق ظهرت تقارير تفيد بأن كنعان تم التخلص منه بسبب اتهامه في حادثة استهداف رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري، والذي أشعل احتجاجات أجبرت دمشق على إنهاء وجودها العسكري الذي دام 29 عاما في لبنان. ووجهت أصابع الاتهام لبشار الأسد، حيث سبق وصرح بأن أي مسؤول سوري يثبت تورطه باستهداف الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة. اللواء محمد نصيف خير بك عين في منصب نائب مدير المخابرات العامة، وفي عهد بشار الأسد عام 2005 شغل منصب معاون لنائب رئيس الجمهورية، وتولى رئاسة فرع الأمن الداخلي لأكثر من 10 سنوات، وثق به حافظ الأسد حتى أوكل إليه مهمة تربية أبنائه وتهيئتهم للحكم. قضى طيلة حياته في دائرة حكم حافظ الأب والابن، تولى أكثر المهام حساسية في الدولة. اتهمه الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في قمع الثوار، وتم منعه من السفر. وتوفي محمد نصيف خير بك في 28 من حزيران يونيو عام 2015 إثر أزمة صحية.